بسم الله الرحمن الرحيم. إني التدريسية الأستاذ المساعد الدكتور سماح إبراهيم شمخي من جامعة بابل كلية التربية الأساسية قسم الجغرافيا. عنوان محاضرتنا لهذا اليوم لمادة جغرافيا الدول الجوار للعراق لطلبة المرحلة الثانية دولة تركيا. تركيا وهي إحدى الدول المجاورة للعراق، وتحتل تركيا مساحة إجمالية تبلغ 783,000 كيلومتر مربع تقريباً. تضم تركيا عدد كبير من البحيرات الداخلية، تقع في الجزء الشمالي الغربي من قارة آسيا، وتشكل تركيا المعبر بين أوروبا وآسيا، حيث تقع نسبة 33% من أراضيها في أوروبا والباقي في آسيا. تقع تركيا ما بين دائرتي عرض 35 درجة إلى 43 درجة شمالاً، وخطي طول 25 درجة إلى 45 درجة شرقاً. تحدها من الشرق جورجيا وأرمينيا وأذربيجان وجمهورية إيران، ومن الجنوب الشرقي جمهورية إيران والعراق والجمهورية العربية السورية، ومن الجنوب والغرب ومن الجهة الغربية البحر المتوسط وبحر إيجه، ومن الشمال الغربي بلغاريا واليونان، وأخيرا تحدها من الشمال البحر الأسود. تطل على ثلاثة جبهات مائية وهي بحر إيجه والبحر المتوسط والبحر الأسود، بالإضافة إلى بحر مرمرة. تمتاز المناطق الساحلية من تركيا المطلة على بحر إيجه والبحر المتوسط بمناخ البحر المتوسط المعتدل ذو الصيف الحار والجاف والشتاء المعتدل إلى بارد ورطب، بينما تمتاز المناطق الساحلية التركية المطلة على البحر الأسود بمناخ محيطي دافئ ورطب صيفا وبارد ورطب في فصل الشتاء. تهطل أكبر كمية من الأمطار على الساحل الشرقي على الساحل التركي من البحر الأسود، وهي المنطقة الوحيدة في تركيا التي تمتاز بمعدلات هطول عالية من الأمطار تصل إلى أكثر من 2.5 ملم سنويا، وهي أعلى نسبة هطول للأمطار في البلاد. أما المناطق الساحلية التركية المطلة على بحر مرمرة والذي يربط بين بحر إيجه والبحر الأسود فتمتاز بمناخ انتقالي بين مناخ البحر المتوسط المعتدل والمناخ المحيطي. من مميزات هذا المناخ انه ذو فصل ايضا صيف حار وجاف في فصل الصيف وشتاء بارد ومعتدل الى بارد ورطب. لا تسقط الثلوج سنويا في كل شتاء على بحر مرمرة والبحر الاسود، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى، من النادر ان تتساقط الثلوج في المناطق الساحلية لبحر ايجه وكذلك بالمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط. تتألف معظم الأنحاء الواقعة في منطقة تركيا على مجموعة كبيرة من المنخفضات والسهول الخضراء الممتدة، وهنالك مساحات كبيرة من السهول المتسعة والتي يطلق عليها اسم سهل الأناضول، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من البحيرات الملحية الضخمة ومرتفعات وتضاريس ومناطق تضاريسية وعرة، ولا سيما سلسلة جبال طوروس. تنقسم تركيا إلى ثمانية إقاليم طبيعية، وهي أولاً إقليم السهول الشمالية، إقليم الأودية الغربية، إقليم السهول الجنوبية، إقليم الهضبة الغربية، إقليم الهضبة الشرقية، بالإضافة إلى أقاليم المرتفعات الجبلية بالجهة الشمالية فضلاً عن أقاليم المرتفعات الجبلية بالجهات الجنوبية، وأخيراً إقليم منخفضات ما بين النهرين، بالإضافة إلى موضوع السكان. يبلغ عدد سكان تركيا أكثر من 75 مليون نسمة بالنسبة لتعداد 2012، بينما بلغ عدد سكان تركيا وفق آخر إحصائية لعام 2021 هو أكثر من 84 مليون نسمة. يمكن أن نطرح مجموعة من التساؤلات: ما هي طبيعة أو أسباب الزيادة السكانية، وما هي تأثيراتها على دولة تركيا؟ موضوع العلاقات السياسية بين العراق وتركيا. من ضمن المواضيع السياسية المتعلقة بين العراق وتركيا هي القضايا الدولية المتعلقة بالمياه، وبالتحديد مشروع جنوب شرق الأناضول، وهو مشروع الجاب، وهو مشروع تنموي اقتصادي لمنطقة جنوب شرق الأناضول التركية. الهدف الأساسي لهذا المشروع هو توسيع الرقعة الزراعية وتوليد الكهرباء من خلال بناء 22 سد ونفق على مجرى نهري دجلة والفرات. كما يضم هذا المشروع أكثر من 17 محطة توليد طاقة كهربائية. يمتد هذا المشروع على مساحات كبيرة من منطقة جنوب شرق الأناضول.
المجاورة للعراق وسوريا، والتي تضم عدد كبير من المحافظات التركية مثل ديار بكر، غازي، عينتاب وغيرها. ترجع بدايات هذا المشروع إلى بداية تأسيس الجمهورية التركية من خلال إقامة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية وإقامة السدود على نهر الفرات عام 1936، كما بدأت الحكومات التركية المتعاقبة في إجراء العديد من الدراسات والأبحاث لإجراء صيغة مثالية للاستفادة من مياه الفرات من خلال عملية تطوير المناطق المتخلفة في تركيا. واستمرت الدراسات التي قامت بها مؤسسة شؤون المياه التركية حتى عام 1986، حيث قدمت دراسة إلى هيئة تخطيط الدولة في إنشاء مشروع اقتصادي تنموي ضخم. يهدف هذا المشروع إلى تنمية مناطق جنوب شرق الأناضول، وعلى إثر ذلك أقرت الحكومة التركية المشروع وأنشأت إدارة خاصة للقيام بتنفيذه، وسميت بإدارة تنمية جنوب شرق الأناضول. كما عينت الحكومة التركية وزيرا لرئاسة هذه الهيئة باسم وزير شؤون جنوب شرق الأناضول. يتكون مشروع الجاب من 22 سد ضخم، أهمها وأكبر هذه السدود هو سد إتاتوك، وهو رابع أضخم سد في العالم، بدأ العمل به منذ عام 1990 واكتمل بناؤه عام 1992. أما كمية المياه في بحيرة السد فتقدر بأكثر من 70 مليار متر مكعب، وهو أكبر خزان في مشروع الجاب. تقدر مساحة الأرض التي يرويها مياه خزان السد بأكثر من 740 ألف هكتار من الأراضي الزراعية يتم توصيل المياه لها عبر قنوات مائية تعد الأولى عالمياً. يتوقع الخبراء أن تتراجع الواردات المائية لسوريا والعراق من جراء انخفاض منسوب نهر الفرات، حيث تراجعت حصة سوريا من 21 مليار متر مكعب عام 1990 إلى 12 مليار عام 2000، أي نسبة 40%. أما حصة العراق فقد تراجعت من 29 مليار متر مكعب إلى 4.4 مليار متر مكعب، أي بنسبة 90%، ويسبب هذا الانخفاض أضرار كبيرة لسوريا والعراق. منذ بداية المشكلة مع تركيا منذ عشرينات القرن الماضي والمباحثات مستمرة بين العراق وسوريا من جهة وتركيا من جهة أخرى، وذلك ببلورة رؤية مشتركة ما بين هذه الدول المجاورة لاستغلال مياه الأنهار بصيغة لا تضر بمصالح جميع الدول. فقد كانت هنالك لجنة ثلاثية للمفاوضات من أجل إيجاد صيغة أرضية لإقامة معاهدة للتقاسم العادل للمياه، إلا أن تركيا ترفض إبرام أي اتفاق لتقاسم المياه متجاهلة القانون الدولي الذي ينص على اعتبار النهر دوليا إذا كان حوضه يمر بأقاليم دول مختلفة. وفي هذه الحالة فإن كل دولة تباشر سيادتها على ما يمر في أقاليمها من أنهار، مع ضرورة مراعاة مصالح الدول الأخرى التي يمر بها النهر أيضا. ومن ثم لا يجوز لأي دولة أن تقوم بأي مشروع على حوض النهر يؤدي إلى الإضرار أو المساس بحقوق الدول الأخرى المجاورة لها، وهو أحد المبادئ التي أقرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 1974 لحل النزاعات الدولية على المياه. وقد أكد النص القانوني على منع أي أعمال تؤدي إلى حصول أضرار بيئية في الدول المتشاطئة، وتتذرع تركيا لتسويغ مشاريعها بعدم وجود اتفاقية لتقاسم المياه من خلال تقديم تفسيرات خاصة للقانون الدولي حول اقتسام مياه الأنهار مع الدول التي تتشاطئ معها، حيث ترفض تركيا إدخال حوض طي نهري دجلة والفرات ضمن مفهوم الأنهار الدولية، بل تعدها أنهار عابرة للحدود، وهو مفهوم غريب إذ لا يوجد شيء في القانون الدولي اسمه أنهار عابرة للحدود. وبموجب هذا المفهوم فقد اعتبرت تركيا أن نهري دجلة والفرات مياه مملوكة للدولة التركية، لها كل الحق في التصرف بها، منكرة بذلك الحق التاريخي المكتسب منذ آلاف السنين لكل من الدول المجاورة لها وهي العراق وسوريا. وعليه فقد بيّنت تركيا بتخطيط وتنفيذ العديد، بدأت تركيا بتنفيذ
وتخطيط العديد من المشاريع المائية على هذه الأنهار متجاهلة حقوق الدول المجاورة لها. هكذا نجد أن تأثيرات مشروع الغاب التركي لا يتوقف عند حد في تأثيراتها على جميع نواحي الحياة البشرية والحيوانية والنباتية فقط، بل أن هذا المشروع سوف يجعل تركيا تتحكم بأكثر من 80% من مياه دجلة والفرات، وذلك يعني نقص وخطر كبير بإمدادات المياه الواصلة إلى العراق، وسوف يحدث في غضون سنوات قلائل، وبمجرد إكمال هذا المشروع الضخم تأثيرات السلبية سواء إلى العراق أو سوريا. هذا النقص له تأثيراته السلبية على البيئة العراقية. من أبرز هذه التأثيرات هي أولاً زيادة نسبة التصحر، ثانياً زيادة نسبة الملوثات في مياه الأنهار، ثالثاً سوف يؤثر وبشدة في وجود المياه الجوفية وانخفاضها، رابعاً التأثيرات في إمدادات المياه للأهوار كماً ونوعاً، فضلاً عن تزايد نسبة الملوحة وتقليص المساحات الخضراء والمساحات المزروعة. إلى هنا انتهت محاضرتنا لهذا اليوم.